طبعا العلاقات بين البلدين هي علاقات شاملة في كل المجالات، واليوم طبعا الندوة تتحدث عن التعاون البرلماني، وهذا أيضا مجال مهم جدا بين البلدين، ونحن في تبادلات كثيرة على المستويات مختلفة، ونحن نصر على أن نطور هذه العلاقات والتبادلات المهمة. نحن الآن في الفترة مهمة جدا في تطوير علاقاتنا، ومتأكد أن هناك كثير من البرنامج والخطوات المتتالية في المستقبل في المجال السياسي، في زيارات مهمة، وفي أيضا المجال الاقتصادي والبرلماني إن شاء الله، يعني في الثقافي أيضا كما في مجال المعرفة وتبادل الأفكار.